وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نموذج مشرف داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا داخل بالانس للمحاسبة ومعنا السيد تامر مشعل وهو الرئيس التنفيذي. أهلا بك سيد تامر. أهلا وسهلا، يعطيك العافية ومشكور على حسن استقبال فريقنا. تسلم. من يخليك سيد تامر، خلينا قبل ما نتكلم عن بالانس للمحاسبة نعرف السادة المشاهدين مين هو السيد تامر وكيف كانت بدايتك العملية داخل دولة الإمارات. صراحة أنا بدأت عمل المحاسبة وتدقيق الحسابات في مجموعة من كبرى شركات تدقيق الحسابات في إمارات أبوظبي في عام 2004، واستمريت للعمل فيها لمدة 8 سنوات، ومن ثم انتقلت للعمل كمدير مالي لمجموعة شركات كبيرة، واستمريت في العمل ل8 سنوات أخرى، ومن ثم انتقلت للعمل في بالانس للاستشارات. طبعاً إحنا مجال عملنا بالاستشارات المحاسبية هو الوكالة الضريبية وإعداد الحسابات والتنسيق مع مدققي الحسابات لإظهار التقارير المالية المدققة وأصدارها من خلال مدقق حسابات معتمد. طبعاً دولة الإمارات مشكورة وحكومتها الرشيدة وضعت من القوانين الكثير لضبط المهنة، وحثت جميع المنشآت على عمل الحسابات بشكل منتظم ومسك السجلات والمحاسبية لفترات لا تقل عن 5 سنوات. كما نص القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 المادة 26 و27 بخصوص تنظيم السجلات المحاسبية وتدقيق الحسابات، وبالإضافة للقوانين الضريبية الحديثة اللي تم إصدارها بعد ما أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب قوانين الضريبة، توجب على المؤسسات والشركات مسك سجلات محاسبية وتنظيمها بشكل مستمر، وهذا السبب أدى إلى أنه زيادة الطلب على الخدمات المحاسبية، ويعني المهنة تطورت بشكل كبير خلال السنتين السابقتين، ولكن مع الأسف البعض ما زال لا يعرف مدى أهمية الاحتفاظ في الدفاتر والسجلات المحاسبية ومهنة المحاسبة بشكل عام، مما قد يؤدي إلى يعني حدوث بعض المشاكل وتحمل بعض الغرامات والأعباء المادية التي كل رائد أعمال بغنى عنها. طيب انا كنت هسال حضرتك على الخدمات والسيرفيس اللي انتوا بتقدموها، وبس حضرتك شرحت منها جزء. بالنسبه لرواد الاعمال ازاي يفهموا ان موضوع الاستشارات المحاسبيه ده شيء مهم جدا، يراجعوا يستشيروا خبراء زي حضرتك؟ يعني ايه النصيحه اللي انت ممكن توجهها لهم؟ انا صراحه بوجه نصيحتي لكل رواد الاعمال سواء كانت مؤسسات او شركات صغيره او كبيره، انهم بحاجة لمسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وهذا يعني مطلوب بقانون الشركات كما ذكرت في المادة رقم 26 و27، القانون رقم 2 لعام 2015، وبالتالي يعني هي ليست مسألة اختيارية، هي مسألة إجبارية من القانون. إضافة إلى أنه رواد الأعمال رح يستفيدوا من التقارير المالية بحيث يرسموا خطط مستقبلية واضحة لمؤسساتهم، إضافة إلى أنه رح تبين لهم أوضاعهم بشكل حقيقي وواقعي. بيبقى في اي عواقب لو حد ما اتجه ان هو يعمل المحاسبات الضريبيه يظبط سجلاته زي ما بيقول؟ طبعا في حال عدم توريد الضريبه او تسجيل الضريبه هناك غرامات مفروضه من الهيئه الاتحاديه للضرائب، وقد يصل بعدها الى 300% من قيمه الضريبه التي لم تورد،
فبالتالي الغرامات والمشاكل اللي ممكن أن يواجهها رائد الأعمال في حال لم ينضبط أو يسجل حساباته بشكل منضبط هو فهنا أكيد لكم التوفيق سيد تامر. طيب إيه خططكم المستقبلية كشركة بالانس للمحاسبة؟ أكيد في خطط وانتوا ما شاء الله مؤسسين ومجتهدين وكتير بتعملوا شغل مميز، إيه خططكم بعد كده؟ خططنا المستقبلية صراحة تأسيس بالانس جلوبال والتي راح يتفرع منها عدة شركات باسم بالانس في مجلس التعاون الخليجي، في دول مجلس التعاون الخليجي. هذه هي الخطة المستقبلية للتوسع، إضافة إلى إضافة بعض النشاطات مثل الاستشارات القانونية، لأن القانونية والمحاسبية والمالية يعني أنواع من الأنشطة المتكاملة، فيفضل أنه تكون موجودة في نفس مزود الخدمة. لكم التوفيق زايد تاني. طيب أكيد الشركة وقصة النجاح الكبيرة المميزة دي ما كانتش هتكمل أو هتنجح غير داخل دولة الإمارات، لأن هي بتسن القوانين بشكل واضح وصريح لكل الناس، بتعطينا الأمن والأمان، شيوخنا الله يحفظهم مقصرين مع أي شيء في أي حاجة خاصة بالاستثمار بالشغل بالبزنس. فأنت كواحد برضو من رائدي الأعمال بتشتغل في شركة كتير مميزة، شو بيعني لك نعمة الأمن والأمان وخدمات الإمارات اللي بتقدمها للكل؟ من أهم العوامل للنجاح الأمن والأمان، إضافة إلى أنه شيوخنا الله يطول بأعمارهم حكام دولة الإمارات أسنوا القوانين والتشريعات الضابطة لعمل كل مؤسسة أو منشأة يتم تأسيسها، سواء في المناطق الحرة أو من خلال دوائر التنمية الاقتصادية. فبالعكس هذا اللي أدى أصلاً إلى أنه ازدهار المهنة والطلب عليها، فهذا يعني سبب رئيسي. الله يحفظ الشيوخ دولة الإمارات إن شاء الله ويرحم مؤسس الدولة الشيخ زايد رحمة الله عليه. في نهاية لقائنا احنا حابين نشكر حضرتك ونسألك سؤالنا الأخير، برضو أكيد قصة النجاح الكبيرة والمميزة دي كان في ليك شركاء في النجاح ساعدوك من أول ما ابتديت حتى شفت هذا الشخص العظيم القاعد أمامنا، فشو تحب تتوجه لهم من خلال برنامجنا برسالة شكر؟ بتوجه لجميع كل من دعمني وكل من اشتغلت معهم بالشكر والعرفان والجميل أكيد، وأنا اشتغلت في أماكن مرموقة والخبرة اللي اكتسبتها من هاي الأماكن، فأنا ممتن لهم جميعا وبتمنى لهم مزيد من الازدهار والتقدم. هم وانت لكم التوفيق سيدي الكريم. ما في حابب تشكر حدا من العيلة؟ اكيد حابب اشكر زوجتي والدتي واخواني. الله يخليهم لك ويبقى ويخليك لي. في النهاية احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء الطيب والمعلومات الثرية اللي انت نورت بها برنامجك. تسلم شكرا لكم على الزيارة. شكرا لك سيد تامر. في نهاية حلقتنا كنا داخل شركة بالانس للمحاسبة مع السيد تامر مشعل، وهو من الكفاءات الموجودة داخل دولة الإمارات. وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في أمان الله.